واصل الإيرانيون احتجاجاتهم بعد ليلة شهدت فيها إيران أحد أكبر التجمعات الاحتجاجية منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة قبل 6 أسابيع. ونزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع المدن الكبرى، بالإضافة إلى أماكن أخرى كانت المظاهرات قد هدأت فيها في الآونة الأخيرة. وقالت منظمة هنكاوي الحقوقية غير الحكومية إن قوات الأمن الحكومية قتلت متظاهراً كردياً جراء إطلاقها النار أثناء مظاهرات في مهابات غربي البلاد. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إحياء المحتجين لذكرى مرور 40 يوماً على وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني في مركز احتجاز للشرطة، وهو ما أثار الاضطرابات، ويعد هذا أخطر تحدي للجمهورية الإسلامية منذ قيامها.